اليوم كيف حضرتوا اليوم عندنا افتتاح ديال الملعب القرب، والحمد لله كان حققنا فيه واحد النجاح اليوم اللي كنتم شفتوا، اللي هو مجموعه ديال الساكنه ديال جامعه الوالد محمد كلها كانت هنا موجوده، ومجموعه ديال الفرق اللي هي اليوم حققت الفوز ديالها داخل الجامعه. كان الدوري ديال عيد العرش اللي هو ما تمكناش باش نوزعوا الجوائز ديالو، واليوم جمعنا ما بين عيد العرش وعيد الشباب ديال صاحب جلالة نصر الله ويهداه، الداعم الاول للرياضه داخل الوطن ديالنا. والحمد لله حنا اليوم فرحانين، زيد فرحانين بالمواطنين ديالنا، وحضرت معنا السلطه الاقليميه اللي هي تتمثل عامل صاحب جلاله ورئيس مجلس اقليمي والساده البرلمانيين والساده رؤساء الجامعات، وهذا كان عرس رياضي كبير داخل الجامعه. تنشكروا دائما رجال الصحافه بهذا النهار هذا، وتنشكروا كاع المسؤولين، وتنقولوا لصاحب الجلاله مبروك عليك الدعم الكبير ديال الشباب داخل لا المجال الحضري ولا المجال القروي. وحنا الحمد لله اليوم وصلنا حقنا، حتى حنا الملاعب القرب ولا وصل للعالم القروي كيف شتي. اليوم الشباب ديال العالم القروي حتى هما ولاو عندهم اهتمام كبير بالكرة القدم، وكانت عندنا دوري ديال 16 فريق اللي هي تمكنات 8 الفرق من الجوائز اليوم راك شتيهم، والحمد لله انصفنا الجميع، لان احنا حتى احنا مارسنا كره القدم. كره القدم عندها واحد سميتو في القلب محبه كبيره في القلب، والحمد لله احنا اليوم فرحانين بهذا الشيء اللي تنجز اليوم، وهذا الشيء اللي نجحنا فيه اليوم في التتويج اليوم ديال هذه الجامعه هذه. نعم اليوم حنايا المشروع ديالنا كرئيس كاعضاء المشروع ديالنا اليوم اللي مهتمين به اكثر وهو المجال الرياضي. اليوم بدينا نصلحوا الملاعب، هانت شتي هذا الملعب هذا، وكاين ملعب الدريمي اللي هو ملعب التنافسيه، وكاين ربعه الملاعب اخرى اللي غادي نصلحوهم ان شاء الله داخل الجامعه. وحققنا الارض ديالهم، خصنا على التجهيز ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وعندنا تواصل مع المجلس الاقليمي ومع السيد العامل ومع الجهات المسؤوله على الرياضه، لا الجامعه لا الاستقشاع ولا رئيس ولا وزير الشبيبه والرياضه والتربيه، لان احنا دائما تنطمحوا للجهات الاخرى الشركاء ديالنا باش يعاونونا على الملاعب. وحنا طبعا حنا اليوم تنفكروا في واحد المنتخب ان شاء الله غنديروه داخل الجامعه. كاين طموح، كاين اللعابه باغيين يلعبوا، كاين اللعابه اللي هما في المستوى، حنا غندعموهم ان شاء الله حتى يوصلوا لذاك الشيء المبتغى ديالهم. الحضور ديالي اليوم هنا كنحتفلوا ب تدشين ملعب القرب اولا، وتوزيع الجوائز للفرق الثلاث اللي جاوا في المراتب الاولى ان شاء الله تعالى. كنفكروا ان شاء الله تعالى نكونوا فرقه كتخص الجماعه، وباش تكون مباريات مع جماعات اخرى. هيكونوا ان شاء الله تعالى، هيكونوا ملاعب القرب في جميع الدواوير ان شاء الله. نفكروا ان شاء الله في جميع المجالات، في الصحه، في سميتو، في الترفيه. الله تعالى غادي يكون هذا الشيء ان شاء الله في القريب العاجل، لان الرئيس تيفكر في جميع وكل الحاجيات اللي كتخص الجماعه كلها كيفكر فيها، وغادي يدير حاجه بحاجه ان شاء الله تعالى.